مثل جيب نقاطي أكد من جهته أن الأولوية هي لمعالجة الأمور بحكمة وروية وأن لا تساهل في هذا الملف ولا الصوت يعلو فوق سلطة القلب. جروح عبارة الموت في أندونيسيا لا تزال تنزف. والناجون يعيشون مأساة كل يوم لا بل كل لحظة. يجلس أسعد الأسعد هنا بجانب عائلته. هاجر معها هربا من الفقر. عاد إلى الفقر وحيدا. حسنا يرفض أن يبني حياته من جديد. لبا عندي لبا عاد بدي استلم بالبلد. أنا بدي أقوم هلا بدي أروح بدي الرابعة حاليا. لا معي بقى ولا بدي دبر ولا بدي دبر يعني يا رب رددني 100 سنة لورا أقول يا رب الله سبحانه وتعالى يأخذ الأمانة مني حتى أرجع للدفن قبل ما أبلش وأبدي وأطلع من النصيب وأرجع أطلع من النصيب اللي أنا أسعد في معظم الناجين من العبارة الإندونيسية في حالة من اليأس وفي صدمة نفسية من الصعب جدا تخطيها من دون مساعدة طبية. أنا لا أكثر الغاصب جمع ضعف اللي انت لحقك خلو لأمين يتمه لا شر وشرك الغاصب لحقك فينا نحامل كل أسبوع لحتى يتحمل مرة يتحمل كل النهار دخون بيشرب أربع علب دخون من النور. حال أسعد كما حال أفراح الحسن التي لا ولا تغادر منزلها تمضي أيامها تحاول أن تملأ الوقت بمساعدة أمها أو أختها لكن شبح العبارة لا يتركها. كل ما هم ضعيني بذلك